بسم الله الرحمن الرحيم، معكم طارق عواد من فريق سمارت. في هذا الفيديو بدنا نحكي عن كيفية حفظ الملفات سواء كصور أو كمشروع فوتوشوب. تمام، أول شيء بدنا نفتح مشروع. عملنا أي مشروع وبدنا نحكي مثلا بدنا نحط عليه ألوان أو نحط عليه لون وهيك، بس إحنا بدنا نحفظ هاي الخلفية. تمام، هسا أنا مثلا في عنا أكثر من حالة، ممكن يطفي الجهاز فجأة. تمام، ممكن يعني هاي حالة من الحالات، انه اذا طفى الجهاز فجأة في خاصية انه سيسي 2017 النسخة هاي اللي معانا، انه بس تفتح الجهاز وتفتح البرنامج بيجيك رسالة انه تفتح الاشي اللي انت كنت شغال عليه حتى لو ما انت كنت عامل سيف. تمام، في هنا بدنا نعرف اكثر من حالة للحفظ. في عندنا الاولى انه انا اجي اكبس اكس هون. تمام، في عندنا من اكبس يس. هسا في هاي الحالة بيجي عندك الخيارات انه انا احفظ كمشروع او كصورة او كأكثر من نوع، يعني في عندنا PNG كصورة، في عندنا JPG، في عندنا برضو نحفظها مشروع فوتوشوب اللي هي BSD. تمام، في عندنا اكثر من صيغة اللي هم يعني تستخدم في الصور في الاشياء الثانية، بس احنا اكثر ثلاث شغلات بنستخدمهم، اما JPG او اللي هي PNG او فوتوشوب. تمام، فرض احنا بدنا نحفظ المشروع، هي حفظناه على ديسكتوب. تمام، هسا بنيجي على الديسكتوب، هي صار في عنا هون الملف نفسه، طبعا نقدر نسميه الاسم اللي احنا بدنا اياه، هي بس نروح نفوت عليها، نروح نفوت عليه هو نفسه. هسا في عنا طريقة ثانية للحفظ، انه بنيجي على فايل سيف اس، بيجي معاه نفس الخيارات هذيك. تمام، نفس الخيارات، وافرض مثلا بدي احفظها كصورة، او هانا زاد الخيارات شوي صغيرة بس انه عادي، يعني نحفظها PNG، هاي سيف، هاي اوكي. بس نيجي هون هاي الصورة حفظت معانا صح. هسا بدنا نعرف شغلة انه كيف صيغة الصور الاحسن، PNG JPG. دائما البي ان جي احسن من الجي بي جي. تمام، فانه احنا بنقدر نحفظ الصيغتين، بس دائما البي ان جي اللي هي اوضح من الجي بي جي. هسه في عندنا طريقة ثالثة للحفظ، بدنا نعرف 4 كبسات. هسه البي ان جي في عندنا انواع. تمام، يعني صيغة البي ان جي اللي بنحفظها احنا من هون، او بس نيجي نكبس اكس هون. تمام، بس نيجي نحفظها، راح يعني الصيغة راح تكون أقل من البي ان جي اللي احنا بدنا نوصل لها. فال4 كبسات اللي هم كنترول والت وشيفت. تمام، واس، هسا بدنا نكبس عليهم الأربعة مع بعض في نفس الوقت، كنترول الت شيفت واس. مجرد ما نكبس عليها بيطلع معانا الصفحة هاي. هسا الصفحة هاي بتطلع معك التصميم هنا، هنا الصيغة اللي انت بدك تحفظ فيها، في عنا جي اي اف، في عنا جي بي جي، وفي عنا هنا البي ان جي. احسن صيغة بي ان جي اللي هي هاي بي ان جي 24. تمام، بدناش نلعب في الاعدادات هذول. بنكبس سيف، بنحط هون جي بي جي. تمام، اي ريبليس، بطول شوي هو للحفظ، بس انه ايش، بس بتكون الدقة احسن. هاي هيك انحفظت عندي الصورة. هاي هي كل اللي يعني الصيغ اللي احنا بنحفظ فيها المشروع اللي عندنا كصورة او كمشروع BSD. تمام، في الفيديو الجاي راح نحكي عن موضوع جديد، التنسيق وتنسيق الالوان والخطوط. يعطيكم الف عافية.